مشاهدينا الكرام في كل مكان، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامج جبر الخواطر. طبعا دايما انتم متعودين ان احنا بنروح للناس في بيوتها وبنحاول نشوف هم محتاجين ايه. طب ايه رايكم بقى لو النهارده هيكون معانا انسان جميل جدا، يعني هقول ايه، كوكتيل من المواهب والانسانيه والذوق والخلق. النهارده هيكون معانا صاحب محل دش وكاميرات مراقبه، قدر من خلال شغلته انه يدخل بيوت كتير، قدر ان هو يشوف ظروف ناس كتير، ومنهم الناس الفقيره، الناس اللي محتاجه علاج او محتاجه اي مساعدات. كمان مش كده وبس، ده تبنى 66 طفل معاق وطفل محتاج من ذي الاحتياجات الخاصة أو بنسميهم ذو الهمم، وبالفعل تواصل معاهم في منازلهم أو سواء في المؤسسات الإيواء. بدأ ضيفنا النهاردة إن هو يتبناهم ويرعاهم إنسانيا وماديا، وبدأ الفكرة بحاجة بسيطة جدا، يعني فكرة ذاتية ما كانش فيه أي مساعدات. مع مر السنين بدأ إن هو ناس تتدخل وتساهم في الفكرة، طبعا شاف عقبات كتير، قابل مشاكل كتير، لكنه تحدى الكثير وما زال مستمر في خدمة هؤلاء الأطفال، وما زال مستمر في خدمة مرضى الكورونا من وقت ظهور طبعا فيروس كورونا. والنهاردة هيكون معانا الراقي، وكمان ما ننساش إنه ممثل، وده اللي هنعرفه خلال الحلقة، الجميل أستاذ طارق عز العرب. جبر الخواطر ده أعظم حاجة ممكن الإنسان يعملها، إنك تخلي حد يبات وهو مبسوط وسعيد والضحكة مالية وشه، دعواته بس مش هيحرك بيها لسانه، ده هيدعيلك من جوه قلبه. فيريت بلاش نكسر قلب حد ونحافظ على مشاعر بعض. الأيام صعبة، بيهونها الناس السهلة اللينة، كلمات بسيطة بتفرق في حياتنا كتير. ايه رأيكم بقى لو طلعنا واستقبلنا ضيفنا الجميل في استوديو بيت المبدعين؟ سلام عليكم، ازيك يا استاذ طارق؟ انت ازيك؟ منور الدنيا النهارده. الله يبارك لك يا رب ومتشكرين ليك. يا ريت بقى وانت ورا الكاميرا سمعت المقدمة اللي انا قلتها عليك. والله يا جميلة جدا، وبجد كل ذوق وكلام جميل جدا، وربنا يبارك لك يا رب. احنا من خلال اعداد الحلقة عرفنا مجهوداتك وعرفنا خدماتك في المجتمع المدني ومدى انسانيتك مع ذي الاحتياجات الخاصة ومع المرضى المحتاجين. والله احنا الحمد لله يعني العمل اللي احنا بنعمله ده لله، فربنا تقبل. انا ما كنتش حابب ان احنا يعني حاجة زي دي تتزاع، بس احنا عايزين او يعني بعد الكلام بتاع الناس كلها ان فعلا انا نفسي وبتمنى ان الناس كلها تعمل زي ده. بس ايوه انت حضرتك قلت احنا مش بنعمل رياء، لا احنا بنعمل دعم وبنشجع الناس ان كلهم يبقوا طارق عز العرب، ان كلهم يبداوا يساعدوا، او اللي عايز يجي مثلا يساهم معانا في المساعدات دي اتفضل. انت ممانع في كده؟ انا مش ممانع والله، يا ريت بدل ما نبقى واحد نبقى، انا قصدي كده عشان خدماته بقى اكتر، نبقى 100. احنا انا نفسي ما يبقاش في واحد فقير، مش في المطرية بس، يبقى في كل حتة. يعني انا اللي نفسي فيه اكتر حاجة، نفسي الناس كلها تبقى في كل مكان بتساعد بعض، ما يبقاش في واحد فقير، مش في مصر بس، ما فيش واحد عربي ولا مسلم مسيحي اي حد. يعني انا من ضمن الناس اللي انا قابلتها واحدة مسيحية وانا بساعدها،
واحده بتقول لي انت هتمشي معاك او هتنفع معاك الواحده مسيحيه، قلت لها ولو كافره برضه هساعدها، يعني المساعده مش مسلم ومسيحي يا جدعان، انت بتساعد مريض، بتساعد واحد محتاج انسان في الاول وفي الاخر، مسلم ومسيحي وكافر كل الكلام دوت ما ينفعش نبص له، احنا بس ده دين وده ربنا بيحاسب عليه، مالناش دعوه بيه خالص، احنا اللي بنحاسب عليه، احنا ربنا علمنا ان احنا نساعد المحتاج، محددش مسلم او مسيحي او يهودي او اي ديانه، فربنا لما حدد الاحتياج قال لك تساعد المحتاج يبقى نساعد المحتاج، اي حد الحمد لله بيحتاج مني اي حاجه الحمد لله، الحمد لله ما فيش حد بيترد فعلا. بس كلامك طبعا بحييك عليه يا استاذ طارق، حتى الكنائس او المسيحيين والمسيحيات بيساعدوا اخواننا المسلمين، وفي وحده ما بيننا وما بين بعض، وانت فعلا عملت الوحده دي. طيب لو قلنا بقى بدايه فكره تقديم المساعدات سواء لذوي الاحتياجات الخاصه او لمرضى كورونا، جات لك الفكره منين وامتى وازاي؟ بصي، وكبدايه انا ليا واحد صديقي سمعت ان هو محتاج أموج اكسجين والدنيا مقلوبه عليه ومش لاقيين في الموجه الاولانيه طبعا في بدايه الموجه، فنزلت الحمد لله اشتريت انبوبه وخليتها عندي، وكنت طالب الاول من اعضاء الشعب بتوعنا ان هم عنت لو جابوا 10 انابيب اكسجين لان احنا احتمال نحتاج انابيب اكسجين وبتاع، ما حدش رد عليا، ما حدش كلمني ساعتها في الموجه الاولانيه ولا حد رد عليا، فاضطريت ان انا اشتري انبوبه، وفي حد جاري برضو عنده انبوبه في البيت بتاعه فاداها لي، فبقينا اتنين. بعد كده واحد صاحبي والدته توفت بكورونا قال لي عايز اعمل كده وعايز اجيب واساعد وبتاع، فانضمينا مع بعض عملنا انابيب اكسجين كتير الحمد لله، بقى عندنا عدد كبير، هو جاب انابيب من عنده وانا جبت انابيب وعملنا رقم كويس الحمد لله، قسمناهم بين كل مجموعه لوحدها. الحمد لله احنا كمجموعه شباب مش شخص واحد، مش طارق عز العرب بس، انا معايا مجموعه برضو تانية منهم الاستاذ طارق مطر المحامي واستاذ احمد مشعل مهندس في الطيران ما شاء الله، ومعايا الاستاذ نشأت برضو الحلاق اللي هو في شارع الورش، معايا الاستاذ محمد رضوان المحامي، معايا مجموعه الحمد لله حلوه جدا جدا جدا، بنتمنى تكبر باذن الله المجموعه يا استاذ طارق ان شاء الله، والساده المشاهدين سامعينا واللي عايز يساعد يتواصل مع اسره البرنامج. من ضمن الناس اللي بتساعد معايا برضو في شيل الانابيب بصراحه ربنا يبارك لهم يا رب، اولاد الايتام هم في دار ايتام وبيساعدوا معايا برضو في شيل الانابيب بصراحه، ربنا يبارك لهم يا رب ويجعلوا في ميزان حسناتهم. ثانيا عشان بس في ناس بلغتهم قبل كده ان انا كطارق عز العرب ما ينفعش يتساعدوه عشان طارق بيطلع الناس عندها كورونا والكلام ده كله، انا عايز بس اوجه كلمه للاطفال نفسها او الاولاد نفسهم اللي بيساعدوا معايا، ان انا مش عايز الاولاد نفسهم يطلعوا بصين لحته ان هم ممكن يلقط مرض او الكلام ده كله، لا انا عايز منه حاجه معينه، وما فيش حد انا بدخله عند مريض، يعني مفيش حد طلع معايا قبل كده ودخل عند مريض، انا كل الناس اللي بتيجي بتقابلني بتقف تستناني تحت، انا اللي بخش انا الوحيد اللي بدخل عند اي مريض، ما بيفرقش معايا، ما بتخافش، لاني من الاخر كل من يصيبه الا ما كتب الله لنا بس، فانا ما بدخلش اي حد، ومفيش حد من اللي اعرفه من اللي جه معايا ساعد معايا في شيل انبوبه في اي حاجه دخلته على المريض، كله بيقف قدام باب الشقه بره وانا بدخل الانبوبه جوه وبتعامل انا مع المريض جوه وخلص وبخرج، انا طبعا بامن نفسي الحمد لله. ايوه بس احنا عايزين نوصل برضو للناس كده انه بيدخل وبيرتدي الكاتجي، عندي بدله بتاعة الكورونا عندي الحمد لله ماسكات بلبسها، وعندي كل حاجة الحمد لله بعمل حسابها والكلام ده كله، أنا كل اللي بيهمني في الأولاد اللي بيساعدوني إن هم يساعدوا بعد كده، هو لما بيشوف نفسه بيساعد بإيده، إحنا بنعمل وجبات الحمد لله أنا ومجموعة معايا، بنعمل مؤسسة اسمها مؤسسة القبطان دي بتساعد معانا في الوجبات، هي يعتبر كمان هي اللي بتعمل الوجبات، إحنا بنساعد، إحنا اللي بنساعد معاها مش هي اللي بتساعد معانا. مؤسسة القبطان دي الناس كلها جميلة جدا برضو، بنعمل 500 وجبة كل يومين، ال 500 وجبة دول الوجبات اللي بتجيلي وانا بوزعها في الوجبات، بطلع الاولاد هم اللي يوصلوا الوجبات للناس المحتاجة، بطلعهم ليه؟ علشان الاولاد نفسها لما تشوف انا نفسي
وانا عيل صغير اتعلمت الكلام دوت، لان كان في حد اكبر مني بياخدني معاه، بيزور مرضى، بيساعد ناس، فكل الكلام ده انا كنت بشوفه، فانا اتعلمت بالشكل ده. فيهم مع حضرتك يا استاذ طارق تطرقت وبدات بالحديث عن المساعدات بدايه من ظهور فيروس كورونا المستجد 2020، لكن عايزين نبين للناس ان طارق عز العرب بدا من وهو عنده كام سنه المساعدات وتعلمها منين. بصي انا بدات المساعدات ديت من وانا طفل صغير، يعني ممكن سن 9 سنين 10 سنين في الرينج ده. فكان الشيخ بتاعي كان يقابلني بصراحه وهو داخل يغسل، داخل يساعد حد، داخل يدي اي حد حاجه، فكان بيقول لي تعالى معايا وبياخدني في جنبه ويقول لي تعالى ساعد معايا الناس. تمام. فانا الحمد لله كنت بروح معاه وبساعد. انا كل اللي انا عايزه ان العيل اللي هيطلع من ولادي، انا بعتبر الاولاد بتوع دار الايتام والمعاقين كلهم ولادي. انا بعتبر اي حد معاق زي ابني، اللي هم 66. عندي 66 الحمد لله. 66 ما شاء الله متكفل. اولاد وبنات معاقين 36 و30 ايتام. طبعا هم دار ايتام والمعاقين في دار برضو تبع مستشفى ياسر عزت برضو، دي دار ثانيه. برضو انا بساعد الناس ديت يعني على قد اللي بقدر عليه بصراحه، مش هقول لكم ان انا بساعد كل يوم ولا ان انا معاهم على طول، لا انا الحمد لله مفيش حد منهم بيحتاج حاجه غير واكون الحمد لله قادر ان انا اكمله فيها واخلصها له. فالواحد بيعمل اللي بيقدر عليه لان هم فعلا يستحقوا. ثانيا انا نفسي بشوف ان المعاق نفسه او العيل المعاق بيشوف مين بيحبه جدا جدا، هو يعني بيتعامل بقلبه اساسا وبيحفظ شكلك، بيحفظ شكل الناس اللي بتحبه والناس اللي بتعطف عليه، بيحس باللي بيحبه من اللي بيمثل عليه جدا. ايوه يعني بيحس مين بيحبه اكتر من اللي بيضحك عليه او بيقول له انا هديك وبساعدك والكلام ده كله، وهو ما بيساعدش لله. الفطره عنده عاليه، المنظره، وفي ناس بتحب الاشتغاله. معلش بس حابب بس اوصل معلومه ان انا كنفسي كطارق عز العرب برضو، معلش انا ما كنتش بحب ان انا اكتب على النت ولا اقول ان انا بعمل ولا هعمل ولا الكلام ده كله. انا يمكن ما حدش عرفنا الا السنه دي. أيوة. السنه بتاعت 2020 وسنه 21 محدش حضرتك من وانت 9 سنين محدش يعني عمر ثاني، محدش كان يعرفني قبلها نهائي. انا كل القصه لما بدايه المعرفه كانت بدايه معرفه الناس بيا انابيب الاكسجين، ان الناس تعرف ان طارق عنده انابيب اكسجين. انا معايا مجموعه الحمد لله، وبصراحه المجموعه الله يبارك لها كلها محدش بيأثر في حاجه الحمد لله. واي حد عنده انبوبه، وفي الحاج جاد برضو، جاد احمد راجل برضو يعني ما بيتاخرش في اي حاجه وبدون تبرعات برضو، وبنطلع نشتغل وما بنقصرش الحمد لله، مجهزين انابيب اكسجين على كورونا لغير القادرين مجانا. الاول كنا بندي للكل بصراحه لحد فتره معينه، بدات تكتشف ان اكيد في ناس مش محتاجه وكده، وبدات تعمل سيرش بحث. وحصل. ايوه يعني الاول بصراحه عامه احنا بندي من البدايه، بندي اول حلقه. اول ما يجي حد من اول شخص يجي عايز استاذ طارق مساعده لشخص، الشخص ده معلش انا على ما اجي ابحث عنه والكلام ده كله ممكن يكون الوقت اللي محتاجني فيه اضره فيه، فعشان اقعد ان انا ابحث عنه. أيوة. فمعلش انا بستعجل الحته دي وبخش ان انا اديله الاول، اول مره بديله. أيوة. بعد كده لما بشوف حالته انا عامل دفتر عندي اسمه دفتر الارامل والمطلقات والحالات الحرجه. ما شاء الله عليك. الدفتر ده مؤسسه اسم. بقى يا استاذ طارق مش مؤسسه ولا حاجه، ما شاء الله عليك. مؤسسه انسانيه. احنا الحمد لله انا لوحدي معايا المجموعه بتاعتي، بدايقها الحمد لله كنت بدايقها لوحدي، بس دلوقتي الحمد لله انضم لي ناس كتير، والناس كتير دي ما هو ده فعلا اللي عايزين ننوه بيه للناس. بس نستاذنك نطلع فاصل ونستطرد حديثنا باذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا دلوقتي هنجمع الانبوبه، هنوصل المنظم في الانبوبه. المنظم بيجي كده اهو، ده جديد اهو. طلع الاول الجزء ده، ودي الانبوبه. ركب فيها طبعا المنظم كده،
بمفتاح 26 او بمفتاح فرنساوي. لازم تكون طبعا عادل، يعني لازم يكون منظم كده مظبوط. كده ليه؟ وابدا افتح من هنا ويطلع معايا، ارفع لحد 5 او ارفع، اول ما بفتح الانبوب المنظم هنا بيرفع لحد 1500، بقفل يجي على الصفر. هنا كده البلية بترفع مع ضغط الهواء لحد ما انا عايز 5 او 4 او 3 او 10. هنا الكوباية دي بنحط فيها مية مقطرة، المية المقطرة بتبقى تحت الشرطة، في شرطة هنا اهي تحت الشرطة بنص سنتي، بحيث ان المية ما تطلعش معاك مع ضغط الهواء في الخرطوم. طبعا في كذا ماسك، في ماسك اللي هو بيدخل جوه الانف، وفي ماسك اللي هو اللي بيتغطي الوش. وبكده نكون جمعنا الانبوبه كامله، وده شكل الانبوبه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ربنا يكرمك، حقك على راسي، ما تزعلش مني، انا عمري ما قصدت ضايقك، كلمات بسيطة جدا في منطقها لكن عظيمة جدا في تأثيرها. والله ما في أعظم من إنك تمسح دمعة حد بكلمة حلوة، وترسم على وشه ابتسامة بكلمة طيب بيها خطره. حابوا على بعض يا جماعة، ولو الظروف قاسية خلينا إحنا حنينين، واكبروا بخاطر الناس، ربنا هيكبر بخاطركم. وطبعا بعد ما سمعنا القصة الجميلة ان استاذ طارق عز العرب بدأ الموضوع المساعدات من سن 9 سنوات وتعلم من الشيخ، وبعدين بدأ ان هو ينمي الفكرة وحبها ودخل بيوت الناس وعرف مين محتاج ومين مش محتاج، لحد فيروس كورونا بدأ بأنابيب الأكسجين، والموضوع كان بادئ ذاتي، اجتهاد ذاتي، وبعدين توسع وبقوا فريق جميل. وتحياتنا لجميع فريق العمل مع أستاذ طارق ومؤسسة القبطان وكل حد ذكرته معنا. طب ايه رأيك بقى لو انتقلنا لطارق والتمثيل، وايه حكايتك مع التمثيل؟ والله انا الحمد لله حاليا ان شاء الله باذن الله رمضان القادم هنبقى في برنامج هنعمله اسمه رياكشن اتنين. احنا كنا عاملين برنامج السنه اللي فاتت اسمه رياكشن. البرنامج دوت كان زي الكاميرا الخفيه او زي الصدمه، زي برنامج الصدمه. فالحمد لله عملنا السنه اللي فاتت، كان جميل جدا برضو وعمل شغل جميل. ان شاء الله السنه دي هنعمل شغل تاني ان شاء الله هنعمله، لان انا لسه ما بداتوش، لان سبب مرضي ممكن ما كملش او ما تدخلش فيه، بس لسه هنزل كتجربه ان شاء الله بكره اول يوم تصوير. فبكره ان شاء الله باذن الله هنشوف الدنيا هقدر ان انا انزل ولا لا، يعني مش عارف. في اول طب وبدايتك يعني ازاي بدات في مجال التمثيل، او ايه اللي شدك لمجال التمثيل؟ والله بصي، انا مجال التمثيل دوت الشكل، يعني انا كشكل مميز شويه، ان انا يعني شكلي معروف. فحد كلمني قال لي احنا بنعمل فيلم سينمائي لو عايز تيجي تشارك معانا. فنزلت شاركت معاه. يعني بالفعل عملت فيلم؟ مش هو الفيلم اللي لحد دلوقتي ما اتعرضش، اشتركت فيه. هو اسمه فيلم طالب ثانوي بس لسه ما اتعرضش. بعد كده عملتوا حلقات بقى في رمضان وكده بعد كده؟ لا، بعد كده نزلت بقى اتعلمت في ورش التمثيل وخدت التمثيل دراسة كويس. وبعد كده نزلت برنامج عملناه في رمضان مع بعض انتاج ذاتي، وبعد كده والموجود اتعرض؟ اه طبعا اتعرض على قناه الحدث اليوم. أوه. وبعد كده كان هيتعرض على المحور برضه بس ما حصلش اتفاق ما بيننا. وان شاء الله باذن الله السنه دي ان شاء الله اكون في البرنامج تاني، ونعمل شغل افضل من السنه اللي فاتت ان شاء الله باذن الله. طيب لو اتكلمنا عن طارق والكاميرا، سواء الكاميرا لما وقفت قدامها او سواء الكاميرا اما استخدمتها في التصوير. بص، هو في التصوير كان يعني احنا كنا شغالين انتاج ذاتي، فكنت بساعد، فبدات ان انا وانا واقف بساعد
واشتغلت بقيت ان انا كمان بصور. بتحب الكاميرا؟ اه حبيت الكاميرا بصراحه، وحبيت وقفتي برضو وانا ماسك الكاميرا واشتغلها وبعدين قدام الكاميرا حاجه تانية. يعني قدام الكاميرا انا كنت بصراحه اقف اضحك واهزر بعيد عن الكاميرا خالص، لحد ما الحمد لله يعني بقيت قدام الكاميرا. بص اللي بيحب الكاميرا بتحبها طبعا. يعني طبعا اكيد الكاميرا عامه بتحب اللي يحبها. ايوه بس واي شغل كده يعني اكتريه الشغل بيحب اللي يحبه. حلو وبتساعدي جدا. يعني انا ما دام حبيت التمثيل، التمثيل برضه هيديني وهو هيحبني. معنى ما احب ما اخش الشغلانه وانا ما بحبهاش. لا وكمان احنا بنحييك لان انت صقلت الموهبه بالدراسه، فدي حاجه كويسه ان انت التحقت بورشه وبدات ان انت تتثقف بقى من ناحيه التمثيل، دي حاجه مزج حلو. يعني بص اقول لحضرتك على حاجه، اي حاجه الحمد لله انا دخلتها كشغل لازم ادرسها. برافو عليك. ما اخشش كده اللي هو يعني في التحدي. أنا عندك تحدي يا استاذ طارق. انا فني شبكات لاسلكيه اصلا. ايوه بس دخلت الموضوع دوت عشان اتعلم شغلانه الدش، الكاميرات، تركيب الاطباق. مش داخل اللي هو موهبه كده وخلاص، اللي هو واحد طلع ركب طبق دش بقى بتاع دش. لازم اتعلم. عايز تفهم كل حاجه بدقه. لازم اتعلم الشغلانه اللي انا هشتغلها، لازم اكون دارسها قبل ما اشتغلها. مش هخش كده معلش وانا واقف قدام عميل، ما ينفعش يبقى عارف ان انا راجل فني او راجل مهندس وما فهمش في اللي انا بعمله. حتى لو سالك اي سؤال هتبقى مستعد ليه. لازم ارد لكل حاجه، كل حاجه لازم تكون عندك رد ليها. عندي رد في 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 شغلتي يبقى انا الحمد لله استاذ فيه. بس جدا. فما ما ينفعش حد يعدل عليا. حلو قوي، انا بحقيك يعني بجد. انت انسان وكمان بتتحدى وما شاء الله ممثل وبتصور، يعني كوكتيل مواهب. طب ايه رايك لو طلعنا شفنا جزء من برنامج رمضان اللي فات؟ يلا نشوفه معانا، نشوفه مع بعض. مفيش مشكلة. يلا نطلع فاصل. طيب خد بالك رنا جايانا. رياكشن من يمينك ومن شمالك، في مواقف بتقابلها انت وهي، بنعالجها وبنعرضها بالإيجابية. برنامجنا في مواقف إنسانية، في رياكشن، في تلاقي دلوقتي ده خد الموبايل امبارح وجاي يرجعه النهارده. ممكن يكون فتح وسرق سماعه شاشه. انا لو فتحته استاذ ما اتفتحش. ما اتفتحش اللي فتحناه يا ابلة. ما اتفتحش، ما في، مش هتلاقي في شريحة ركبت اصلا. بس بقول لك ايه، عشان انت لميت عليا. يعني هو جاي بيه يا دوب انا ما اديتكش فاتوره بالموبايل ده امبارح صح؟ صح. انت ما اشتريتش حاجه من عندي، ما فيش حاجه تثبت. انا سامحك راجل تعبان. انت ما اشتريتش حاجه من الراجل تعبان وغيرت تليفون عشان قسما برب العزه. ده وراه ناس تاكل الظلط، ممكن ياكلوا كل المحل. ده اخويا. الله يبارك لك، اتكل على الله. انت بقى يا عم، حاجه اسمها اتكل على الله؟ انا متكل على الله مش متكل عليك على فكره. يعني انا متكل على الله يا بابا. انا هدي له 7.5. يلا يا باشا انت ادي له الفلوس. انا هديك 7.5 وخلص. شوفوا يا جماعه لو سمحتوا بعدين. شوفوا يا جماعه، انا عايز كل الناس كده عشان الراجل دوت يبص الناحيه اللي هناك. اهو يا باشا كاميرا خفيه. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي.
بما ان طبعا في برنامج جبر الخواطر الراقي اللي ضيفنا الجميل طارق عز العرب عامل جروب جبر الخواطر، فعايز اساله ما معنى جبر الخواطر بالنسبه لطارق عز العرب؟ بص، الابتسامه في وش اخوك جبر، يعني ان انت تجبري خاطر كل واحد برضو محتاج، دي حاجه تانية، يعني دي عند ربنا حاجه كبيره، بس عشان كده احنا بنجبر بخاطر كل الناس، يعني مش شرط ماديا بس يا جماعه، بتجبر بخاطر بالكلمه بالبسمه بالطبطبه معنوية بالحنيه، يعني معنويا وماديا قبل ماديا معنويا، مش ماديا دي بتبقى اخر حاجه، يعني ممكن واحد تديله فلوس بس انت مكشر فلوس وتتعامل معاه يبقى متضايق وحاسس ان هو ذليل، او مش طالعه اللي هي، ممكن واحد تديله، انا اتعرض عليا ان انا وانا بساعد الناس اصورهم عشان الناس تساعد معايا، ما رفضت الموضوع. ايوه، يعني في ناس عايزه اصور لهم الحالات، او فعلا يعني في ناس بتطلب كده، في ناس طلبت مني ان انا اصور المريض، في ناس طلبت مني ان انا اصور العلاج وهو بيتاخد، في ناس طلبت مني ان انا اصور الشغل. انا عندي مشكله كمان ان انا ممكن اطلع حاجه بنفسي ومحدش يشوف، الخفاء محدش يجي معايا، وكتير يا جماعه استاذ طارق ما شاء الله عمل كده، انه طلع عمل ما شاء الله مساعدات في الخفاء، يعني عمل صدقه في الخفاء، احنا بجد بنحييك، احنا بس بنعرض كلامك ده علشان الناس اللي حابه تساعد، لان انت بتودي الحاجه في مكانها، الله ينور، الناس بتبقى خايفه، فاهم؟ طب انا اديله، طب ده يودي الحاجه دي ولا لا يا جماعه صدقوني، شهاده ربنا سبحانه وتعالى شاهد عليها، الراجل ده الاستاذ طارق عز العرب بيودي اي حاجه في مكانها الطبيعي، والمحتاج يعني المحتاج والمريض فقط. بص، يعني الحمد لله ما بتاخرش على حد، وفي مجموعه معايا من الحريم برضو او من النساء. لا، ما هنا بقى انت هتقول رساله في نهايه لقائنا لكل حد عايز تقدم له رساله شكر. بص، بصراحه انا بشكر الاستاذ انتصار بدوي، دي اول حد عندي، الحمد لله، يعني ربنا يبارك لها، بصراحه عمري ما قلت لها على حاله وقالت معايا او ما ساعدتش معايا، والله بصي بتصل بيها اقول لها في حد محتاج كذا، تقول لي طيب هرد عليك بكره، هرد عليك دلوقتي، وبلاقيها بتجري وبتنزل وبتتحرك وبتجيب الحاجه فعلا. وفي مجموعه برده معايا في الشارع بتاعي اللي انا ساكن فيه، عايز اقول لكم ناس غلابه جدا، وفي نفس الوقت هم اصلا بيساعدوا وفي نفس الوقت بياخدوا مساعدات، يعني أيوة. انا عارف ناس، أيوة. يعني بالصدفه او بقدر، يعني حصل موقف قدامي، واحده لقيتها بتساعد عيل صغير وفي نفس الوقت سابته وجايه بتاخد مني انا مساعده، سبحان الله. يعني في ناس اللي بتاخد مساعدات، والله العظيم دي حاجه من جوه الشخص نفسه، ان هو بيبقى جواه الخير، ان هو بيساعد وبيتساعد برضه، وهو اصلا محتاج المساعده وفي نفس الوقت بيساعد، بس فانا دي حاجات بتفرحني، انا بتفرحني ان انا بشوف ناس بتعمل خير ومن جواه اصلا خير، انا بس اهم حاجه الرابطه بتاعتي او اللي انا عامله رابطه مساعده مرضى كورونا غير القادرين، دي الرابطه ديت فيها بشكر فيها الاستاذ طارق مطر، الاستاذ محمد رضوان، الاستاذ احمد مشعل، المهندس احمد مشعل، الاستاذ نشأت الحلاق، الاستاذ جاد احمد، كل الناس دي عامله انابيب اكسجين بتطلعها لله ومجانا بدون مقابل، والناس دي من المجموعه بتاعتي معايا في المجموعه، وما بتاخروش على اي حد في اي حاجه، وان شاء الله باذن الله اي حد يحتاج اي حاجه هيلاقينا موجودين في ظهره باذن الله، ومحدش هنتاخر عليه في حاجه، ولو حد لقى ان اتاخرت عليه او اي حد من زمايلي اتاخر عليك في اي حاجه اتصل بي انا، وانا ان شاء الله باذن الله هكون جنبك وفي ظهرك وهساعدك، ولو حد قصر فهيبقى غصب عنه، لان الناس دي كلها والله بتعمل لله، ما بتاخدش مقابل وبتجري بقدر الامكان، الناس دي بتنزل الفجر ممكن تجري على حاجه، انا بصحى الفجر بنزل، الناس دي كلها بتصحى الفجر بتنزل، ممكن تفضل قاعد في الشارع مستني حاله جايله من مسافه بعيده او مشوار بعيد عشان يتساعد، فالناس دي بصراحه انا بشكرها من كل قلبي جامد، الناس دي تستاهل الشكر، الناس دي ربنا يبارك لهم يا رب في اولادهم وفي اسرتهم وفي عيالهم، وبنشكر كل واحد بصراحه بيدعي لنا وواقف جنبنا وبيساعدنا، وربنا يبارك لكم جميعا، وربنا يجعلكم زي الحصان، واحنا من خلال استوديو بيت المبدعين وجريده الحياه اليوم طبعا بنشكر كل اللي حضرتك ذكرتهم، واللي كمان هيجوا باذن الله ويساهموا معاك في الرابطه الجميله دي،
وبنتمنى ربنا يجعلهم في ميزان حسناتكم جميعا ان شاء الله. وبيت المبدعين بيقدم لك شهادة تقدير بسيطة، يعني تقديرا لمجهوداتك في المجتمع المدني ووقوفك وانسانيتك مع المرضى، بنقدم لك شهادة تقدير. حاجة بسيطة بقى يا سلطان. عشان تسلم ايديكم، وشكرا للبرنامج ولاعداد البرنامج، وبشكركم جميعا، وبشكر الاستاذ ايمن العربي برضو هو السند برضو لينا وبيساعد معانا برضو، ومن أكترية الناس اللي بصراحة بيقف جنب الناس ويساعد الناس برضو أستاذ أيمن، وحضرتك برضو بتساعد الناس معانا، وربنا يكرمك يا رب ويجعله في ميزان حسناتكم. وبجد أنا بتمنى الناس كلها تساعد بعض، حتى لو هنساعد، لو كل واحد يساعد الشقة اللي جنبه. صح، يعني لو كل واحد عارف ان في حالة يا جماعة جنبه وقريبة والحالة دي محتاجة، او انت عندك اي حاجة تقدر تساعد بيها، مفيش مانع. هو من غير حالة يعني احنا ممكن برضو ايام الكورونا احنا بتيجي ناس مش قادرة تشتغل، مش قادرة، في ناس انت ممكن تكون شايفة معاها فلوس والكلام ده كله، معاها فلوس وبتشتغل والكلام ده كله، ويجي في وقت الكورونا مش لاقي ياكل. ايوه، ناس كتير قعدت وناس كتير اترفدت من الشغل واستغناء عن عيالها وحاجات كتير. فاحنا يا جدعان بعد اذنكم لو حد يقدر يساعد، حتى لو هيساعد جاره يسال على جاره ويشوف لو محتاج حاجه بس، فاحنا من غير احراج وما فيهاش اي كسوف، انت لو هتساعد جارك انت يعني ربنا هيكرمك، والجنيه بتلاقيه، يعني لو صار الجنيه من جيبك والله العظيم بيجي بيترد، يعني بيترد، ولو ما تردش فلوس بيترد في صحتك، بيترد في حاجات كتير بس. فربنا يكرم ان شاء الله ويجعل في حسن جميع يا رب. وبشكرك انا جدا والله يا استاذه، وبشكر استاذ العربي، وبشكر كل الناس اللي ساعدت معانا، وبشكركم جميعا في كل الاحوال، وربنا يبارك لكم يا رب ويجعل في حسناتكم. واحنا في نهايه لقائنا بنشكرك وبنقول لك كل سنه وانت بسعاده. بمناسبه اقتراب شهر رمضان، أعاد الله علينا وعلى جميع الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، وبنحييك طبعا على الرابطة وعلى المساعدات اللي انت بتقدمها. وفي نهاية لقائنا بنناشد جميع السادة المسؤولين أو المؤسسات الدولة بمساعدة الرابطة معاكم بإذن الله في الخير ده، وكل حد يقدر مقتدر يبدأ ان هو يتواصل، وهنحط رقمكم بإذن الله على الحلقة يا أستاذ طارق. شرفتنا. الرابطة بتاعنا اسمها المطرية، قولها، قول اسم رابطة وتليفونك. الرابطة بتاعنا رابطة المطرية لمواجهة كورونا، دي موجودة على الفيس وموجودة على الواتس برضو، لغير القادري، رابطة المطرية لمواجهة كورونا. ورقم التليفون بتاعي 010-28-75-04، ده رقم الشخص. 0128-750-4 0128-750-4 0128-750-4 هنحطه على الحلقة بإذن الله. واللي محتاج مساعدة ومريض كورونا يتواصل مع أستاذ طارق ويكون محتاج بالفعل، وهو مش هيتأخر عليه. واللي حابب يساعد في القصة دي وفي الرابطة يتفضل يتواصل برضو معاه، وجزاه الله كل خير. وبنحييكم من خلال بيت المبدعين للفنون والإعلام مع تحيات جريدة الحياة اليوم، وتحياتنا الإعلامية حنان الشامي، المخرج أيمن العربي، الإعلامي محسن شاهين. وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج جبر الخواطر.